86% نسبة تقدم حملة الحصاد بولاية الطرف. مؤشرة الإنتاج تؤكد التوقعات بتسجيل أزيد من 400,000 قنطار من الحبوب بفارق بلغ نسبة 16% عن محصول السنة الماضية. سجلنا زيادة تفوت 120,000 قنطار، وهذا راجع كله لتحفيزات السيد رئيس الجمهورية اللي أقرها بالنسبة للفلاحين، بحيث أقر مجانية المدخلات من أسمدة وكذلك بذور، كذلك أقر منحة للفلاحين الذين عانوا مشكلة على إنتاج البذور المقدرة ب 4,000 دينار للقنطار. 36% المساحة التي غطتها زراعة الحبوب هذه السنة من إجمالي المساحات الفلاحية، وذلك نتاج الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف توسيع نطاق زراعة الحبوب، فكان لزاماً توسيع قدرات التخزين. الولاية استفدت مؤخراً من 3 مراكز جوارية للتخزين، تخزين الحبوب، هذا ما يعزز قدرات التخزين على مستوى الولاية. هذه المراكز ذات طاقة تفوق يعني تعادل 150,000 قنطار، وهي مقسمة على 3 بلديات، وهي بلدية بوحجار، بلدية عين العسل، بالإضافة إلى بلدية بن مهيدي، وكل هذه الوحدات يعني رصد لها غلاف مالي أكثر من 75 مليار سنتيم. التوجه نحو تنويع مختلف الزراعات ودعم شعبة الحبوب بالولاية دعامة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالبلاد.